السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المعلمة هبة من أكاديمية الميقات الإسلامية. سنتابع اليوم درس الاجتهاد للصف العاشر باء. وصلنا إلى الفقرة التالية، فنحن في حاجة إلى مثل هذا النظر في الأدب حتى نعمل كما عمل هذا الطالب، بحيث لا نخشى أن نقول إن ذلك الشاعر أو الكاتب كان مخطئا، وإن ذلك الأسلوب البليغ في عرف القدماء هو في نظرنا معقد بلا داع إلى تعقيد. والإنسان بطبيعة الوسط الذي يعيش فيه محافظ، يكره التبديل ويرى فيه ما يجهد ذهنه وأعصابه، فعاداتنا ومعظم أحوالنا المعيشية هي عادات الآباء التي لا نستطيع الخروج منها إلا قليلا. الفكرة الرئيسية في هذه الفكرة حاجة الأدب إلى تجديد وتطوير لمناسبة الحاضر والمستقبل. إذن تتحدث هذه الفكرة عن حاجة الأدب إلى تجديد وتطوير لمناسبة الحاضر والمستقبل. والفقرة الثانية تتحدث عن أن التجديد والتطوير لا يتعارضان مع الأصالة والتراث. إذن هناك قيم يجب أن يحافظ الإنسان عليها وأن لا يتعداها. إذن هناك تطوير وتجديد، لكن هذا التطوير والتجديد لا يتعاصر أو لا يتعارض مع الأصالة والتراث. لذلك على الإنسان أن يميز بين عاداته وتقاليده، ويميز ما عليه أن يطوره ويجدده. الآن يناقش هنا مبدأ التطوير على الأدب. فنحن نعلم أن الأدب جاء قديما وتناقله بعد ذلك الأدباء كما هو. حدث بعض التطورات الطفيفة على الأدب، لكن هنا في رأيه الكاتب أن الأدب هناك أعراف وتقاليد وعادات اتخذت من القدماء، ويرى أنها معقدة ولا حاجة لنا إلى هذا التعقيد. إذن سنقرأ أو سندرس بعض المفردات الصعبة. داع أي بمعنى حاجة، ومادتها اللغوية دعية. الوسط أي بمعنى البيئة، ومادتها اللغوية وسطة. محافظ بمعنى ملتزم، ومادتها اللغوية حافظة. يجهد أي بمعنى يتعب، ومادتها اللغوية جهدة. عرف بمعنى عادات، ومادتها اللغوية عارفة. الآن سنناقش النص مناقشة لغوية. نحن ضمير منفصل في بداية الجملة، يعرب ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. إذا ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. نحن في حاجة إلى تطوير الأدب. إذا في حاجة شبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر المبتدأ نحن. إلى مثل هذا النظر، هذا ماذا تعرب؟ اسم إشارة مبني في محل جر بالإضافة وهو مضاف، والنظر مضاف إلى مجرور وعلامة جره الكسرة. ننظر إلى كلمة النظر. النظر هنا هي عبارة عن مصدر لفعل ثلاثي مجرد. نظر نظر، إذن هنا مصدر لفعل ثلاثي مجرد. حتى نعمل، نعمل هنا فعل مضارع منصوب بأن المضمرة في حتى. نعمل فعل مضارع منصوب في أن المضمرة في حتى، وعلامة نصبه الفتحة. عمل هذا الطالب، عمل فعل ماض مبني على الفتح، وهذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ للفعل عمل، والطالب بدل مرفوع علامة رفعه الضمة. لا نخشى، لا هنا النافية لا تؤثر على الفعل المضارع،
ونخشى فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. أن نقول أن حرف مصدري ونصب، ونقول فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إن ذلك، ما إعراب ذلك؟ اسم إشارة مبني في محل نصب اسم أن. والجملة الفعلية كان مخطئا في محل رفع خبر أن. الآن ذلك الشاعر، الشاعر تعرب بدل منصوب علامة نصبه الفتحة، والكاتبة هي اسم معطوف منصوب علامة نصبه الفتحة. الآن عزيزاتي انظري على الشاعر والكاتب، تجاءت على وزن ماذا؟ فاعل. الشاعر الفاعل، الكاتب هنا أيضا الفاعل، وهذا الاسم نوعه من المشتقات اسم فاعل، سيتم دراسته بشكل مفصل في الفصل الحالي بإذن الله. إذا جاء الاسم على وزن فاعل، إذا اشتق من الثلاثي وجاء على وزن فاعل يعتبر اسم فاعل. فهنا الشاعر والكاتب على وزن فاعل. كان مخطئا، كان اسمها مستتر عائد على الشاعر والكاتب، ومخطئا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وإن ذلك الأسلوب البليغ في وإن ذلك الأسلوب البليغ في عرف القدماء، أيضا إن حرف توكيد ونصب، وذلك اسم إشارة مبني في محل نصب اسم إن، والأسلوب بدل منصوب علامة نصبه الفتحة، والبليغ نعت منصوب علامة نصبه الفتحة. في عرف القدماء، القدماء هنا مضاف إليه مجرور، هو في نظرنا معقد، إذا هو معقد، معقد خبر الضمير المنفصل اللي هو جاء ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، ومعقد الخبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، في نظرنا جار ومجرور. لننظر إلى بلا داع، هذا الاسم يعتبر اسم منقوص لأن الياء حذفت ووضع تنوين العوض عن الياء المحذوفة، تنوين عوض عن الياء المحذوفة، هي أصلها داعي أي حاجة. إذا هنا الياء تم حذفها فيسمى التنوين تنوين العوض عن الياء المحذوفة، جاءت نكرة لذلك حذفت الياء. وتثبت الياء إذا جاء معرفا بأل التعريف أو معرفا بالإضافة أو إذا جاء نكرة منصوبة. إلى تعقيد، تعقيد هنا مصدر للفعل الثلاثي المزيد بحرف عقد تعقيد. هنا داع أيضا جاءت على وزن فاعل، دعا داع، دعا داع يعني فاعل، وتم حذف الياء لأنها نكرة. والإنسان بطبيعة الوسط الذي يعيش فيه، الإنسان محافظ، الإنسان مبتدأ ومحافظ خبر المبتدأ، بطبيعة جار ومجرور وهو مضاف، والوسط مضاف إليه مجرور. إذا جاء اسما معرفا بأن وتبعه اسما موصولا، يعرب الاسم الموصول نعت من الاسم المعرف بأن. إذا جاء في الجملة اسما معرفا بأن وتبعه اسم موصول، يعرب الاسم الموصول نعت. فهنا بطبيعة الوسط، الوسط مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، والذي اسم موصول مبني في محل جر ماذا؟ جر نعت. يعيش فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، يكره التبديل، يكره فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة من كره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو عائد على الإنسان، والتبديل مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. التبديل هنا مصدر الفعل الثلاثي المزيد بحرف، هو بدل، بدل مصدره تبديل. ويرى فيه ما يجهد ذهنه، يرى هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها ماذا؟ التعذر. فعل مضارع مرفوع الضمة المقدرة على الألف منع من ظهوره التعذر. ما يجهد، يجهد فعل مضارع أيضا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وذهنه
مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والضمير لها ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، وأعصابه اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة أيضا وهو مضاف، والضمير الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مضاف إليه. عاداتنا مبتدأ وهو مضاف، الضمير الناء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، معظم اسم معطوف مرفوع وهو مضاف، وأحوالنا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة أيضا وهو مضاف، والضمير الناء أيضا في محل جر مضاف إليه، والمعيشية نعت. نعت لمين؟ نعت لأحوال. هي عادات الآباء التي لا نستطيع الخروج منها إلا قليلا. الخروج مصدر لفعل ثلاثي مجرد وهو خرج، ونستطيع هنا لم يسبق بأحد حرف النصب أو الجزم، فيعرب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، والخروج مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. استخرجي من الفقرة السابقة خبرا من مبتدأ محافظا، مصدرا لفعل ثلاثي النظر والخروج، مصدر لفعل ثلاثي مزيد التبديل، فعلا مضارعا مرفوعا نخشى ويعيش ويكره ويرى ونستطيع، وفعلا مضارعا منصوبا نعمل ونقول بدلا النظر والطال. وهنا عزيزاتي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة. مع السلامة.